من أجواء الكان والتصفيات الخاصة بالجولة الخامسة نروح لأجواء أخرى كانت مهمة جدا بالنسبة لجمهور المحلة. امبارح أقيمت الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، مجموعة بحري من دوري القسم الثاني، اللي شهدت منافسة قوية جدا من بداية للنهاية. امبارح ثلاث أندية بتنافس على التأهل للدوري الممتاز، كلهم كان عندهم فرصة كبيرة إن هم يكونوا بيصعدوا. بلدية المحلة مع ديكرنس وطنطا مع المنصورة، وانتهت في النهاية بتأهل مستحق لبلدية المحلة اللي اكتسح ديكرنس في مباراة كبيرة برباعية دون رد عشان يكون بيحسم تأهله وصدرته للمجموعة برصيد 58 نقطة، برغم فوز طنطا على المنصورة بهدفين مقابل هدف، ولكن خسر تذكرة التأهل بفارق نقطة وحيدة عن بلدية المحلة. فأكيد مليون مبروك لجمهور بلدية المحلة، حاجة إيجابية جدا إن احنا نكون بنشوف نادي جماهيري بيرجع مرة تانية للدوري الممتاز، خصوصا إن البلدية ليها ذكريات حلوة جدا مع جمهور الكورة في مصر بشكل عام، بالتحديد في فترة التسعينيات القرن الماضي اللي كان فيها فريق البلدية حصان أسود لمسابقة الدوري، مع جيل بقى الكباتن الكبار الكابتن محمد عمارة، الكابتن ياسر رضوان، الكابتن أكرم عبد المجيد، ولاعيبة كبار جدا كانوا وأصبحوا نجوم في منتخب مصر. فمبروك كمان للمدرب الشاب الكابتن أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة ولاعب نادي الزمالك السابق، اللي نجح في قيادة الفريق باقتدار، وده أمر إيجابي جدا طبعا. دايما بنتكلم عنه إن احنا في حاجة مهمة بنفتقدها أحيانا، وهي منح الفرصة للمدربين الشباب في تغيير الخريطة التدريبية في مصر. طبعا دي لقطات من اللقاء اللي تابعناه والأهداف اللي تم تسجيلها، 4 أهداف، علشان نكون بنشوف اللقطة اللي حضراتكم شايفينها معانا على الشاشة، احتفال لعيبة بلدية المحلة مع الجماهير بصعودهم إلى الدوري الممتاز في الموسم القادم. نتمنى التوفيق لأي فريق طبعا بيصعد، وأكيد بنبقى سعداء على يعني خصوص بوجود جماهير تكون بتزداد في المدرجات واستادات هتكون بتستضيف الماتشات في الدوري، يكون فيها جماهير بتشجع جامد وبتكون متحمسة لفرقها. يعني قيمة الاستثمار في الدوري المصري لا غنى عنه خلاص، وبنشوف أندية كتيرة بتنتمي لشركات أو استثمارات، مهم جدا تواجدها، ولكن أكيد أهمية الأندية الجماهيرية برضو موجودة، ودايما بنكون بنسعد جدا بتواجدهم. فبنتمنى طبعا التوفيق، وحابين برضو في المقابل نقول هارد لوك لأندية ديكرنس وطنطا والمنصورة والأولمبي. كان موسم مميز وتنافسي من البداية للنهاية. الجونة هيكون بيواجه شبان قنا من أجل بطاقة التأهل للممتاز، ولافيانا بيصطدم بأسمنت السويس النهاردة. يعني مع عرض لقطات من الاحتفال يعني تاني المتأهلين إلى الدوري الممتاز في الموسم القادم بعد نادي زد، بنشوف بقى النهارده برضو الجوله الحاسمه في مجموعه الصعيد، هيكون بيتحدد بشكل نهائي الفريق الاخير المتاهل للدوري. هل الجونه صاحب الصداره اللي عنده 66 نقطه، عنده مباراه خارج ملعبه امام شبان المسلمين بقنا، وفي المقابل لافيانا المنافس الثاني عنده 65 نقطه، فرق نقطه واحده، عنده مباراه مع اسمنت اسيوط برضو خارج ملعبه. ففوز الجونه بيصعد بيه بشكل مباشر، اما في حاله فوز لافيانا وتعادل الجونه بيتاهل لافيانا للدوري الممتاز. فخلونا نتابع ونشوف عبر شاشات قنوات اون تايم سبورتس فقط مين هيكون صاحب الحظ السعيد المتأهل الثالث بعد تأهل نادي زد ونادي بلدية المحلة للدوري الممتاز. ومن أخبار كرة سواء على مستوى الإفريقي أو على المستوى المحلي، خلونا